السلام عليكم اخوة الاخوات، كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو غادي نشوفوا نزار خرج بواحد اللايف تيقول بانه ما ندمش نهائيا وبان هذه كانت تجربه خايبه في حياته وغادي يتعلم منها. فما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا التفاصيل في هذا الفيديو وفرجه طيبه. ولكن لا، وقفت هذا الشيء عند حده. انا ما مريتش. دابا انا اللي خارجه كتقول بلاتي، خرجت كتقول هذاك عنده الوراق ديال المسطين وعنده هادي وعنده هادي. واش في راسك كطيحي على راسك اتهامات اللي غيدخلوك للحبس؟ انا ماشي مسطي، ولكن انت كتقولي انا مسطي. واش في راسك مسطي وكتعاملي معاه بديك الطريقه؟ كتسمي بانك كتستغلي واحد مسطي؟ انت مراتي وانا ما غنتمناش لك شي حاجه ليا خايبه، ولكن باش تحاولي تكسبي التعاطف ديال الناس على طريقي انايا. الناس راه كلشي كيشافوه بعينيهم، الناس راه شافوك انت كيفاش دليتيني بمعنى الكلمه. راه كيقول بلاتي انا راه ما بكيت حتى وصلت فيها العظم، ما عمرني بكيت، ولكن حسيت بها. هاد المرة حسيت بها في قلبي. اش هادي اللي كتقول لي ما تهضرش مع اخوك، ما تهضرش مع خالتك، ما تهضرش مع هادي، ما تهضرش مع هادي؟ شنو غتسنى منا؟ هي نادا باش ما نكونش انا ولد الحرام بلاتي. هي مزيانة مع كلشي، نادا مزيانة مع كلشي. خويا دابا بزاف كيقولوا لي انت حيت كتبغيها كتهضر عليها بالمزيان. انا كنقول غير داكشي اللي كانت كتشوف عينيا. الا قصدتي انت بحال هكا مارت خويا، انا ما باغي نبكي حتى شي واحد. انا اصلا ما باغيش نبكي، كون بغيت نبكي كنت درت انا بحال كونزاري زمان نبكي ونطيح دموعي. لا، انا ما بغيتش نربح التعاطف ديالكم على ود البكا. اللي غادي نبقى فيه راه غادي نشوف الحقيقه بعيني، اللي ما نبقاش فيه فراه عزيز علي اللي نافقه. انا اللي غنهضر معاكم راجل ما نبكي ما والو. شنو كنت بغيت نقول؟ انا اللي كنت كنشوفها كيفاش كتصدق على الناس وكدير الخير مع الناس بزاف ديال الحوايج، ولكن قد ما فيها الحوايج الزوينين فيها الحوايج الخايبين. الحوايج الخايبين اكثر من الحوايج الزوينين. علاش بالضبط باغي تبقى في الخميسات؟ ما فهمتش. ولا حقاش كاين خونا في الخميسات؟ انا كنقول ما عندنا ما نديرو في الخميسات. انا قلت لها يلاه تعيشي معايا في اكادير، كون كانت كطيحني كون عشت معايا في اكادير. علاش؟ وهي واحد المره قالت لي اه وقالت لي لا، وليت انا لعبه والفيديو ديالك كيشهد عليها فلاشين ديالها. خرج الفيديو قالت كتقول اليوم فرحتني زار غادي نمشيو لاكادير. مشينا دابا شي اكادير؟ ايوا بغاتني تجي تعيش معايا في اكادير. السلام عليكم، انا خميسات عمرني غادي نرجع ليها، ما غاديش نصبر على هذا الدل. بارك عليا من هذا الدل. انا الحمد لله ما نادمش. نقول لك علاش، هذه تجربه دازت عليا فابور من حياتي باش ما نعاودهاش من هنا مستقبلا. المهم الحمد لله يلاه 22 عام ولا 98 دازت عليا التجربه الخايبه في حياتي. انا غنتعلم منها. وصلنا اخوتي لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم تكثروا لي اللايك وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب. كذلك اللي ما مشاركش يشترك في القناه باش يوصلوا اي جديد. والسلام عليكم.